كثرة تغيير الباسورد تسبب مشاكل. استعمال باسورد طويل مع أحرف أرقام ورموز بيحميكم وبيحمي الأكاونت من الاختراق. بدنا مصلحتك. إذا عندكم سفرة طويلة بالسيارة بالترام بالطيارة وكمان إذا عندكم إياها بالبحر أكيد أمور كتير ممكن تأثروا فيها وممكن تمرقوا بمشاكل إذا ما اهتميتوا لها وما انتبهتوا عليها. هذا الموضوع رح تخبركم عنه بالتفصيل أكثر روى على صحة السلامة. صباح الخير روى. صباح الخير غيدا. واليوم كمان في واحد يقول اذا مش ضروري تكون سفره طويله بالسياره، فيها تكون سفره قصيره بين البيت والشغل. بس هي بتصير طويله بين البيت والشغل كمان بتصير طويله، يعني مزبوط. ممكن واحد يكون ما عم يقصد مسافات كمان بعيده. صح. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا. مزبوط هلا بالصيفيه لانه ممكن يعني نعمل مشاوير كثير سواء بالسياره او نسافر، وكثير اشخاص بيتضايقوا من السفر. اول ابرز شغله بتصير اللي هي الموشن سيكنس، الدوخه، لعية النفس، مرات توصل للاستفراغ وبيتضايقوا كتير. بس بدي احكي قبل ما بدنا نسافر في امور بدنا نحضرها، وهيدي عن جد يا ريت بنكتب لائحة فيهم ومنخليها دايما على جنب، كل ما بدنا نسافر نرجع بنطلع عليها. كتير مهم اذا عنا ادوية بناخدها نحضر هالادوية وناخد كمية شوي زيادة، اوكي؟ لانه يمكن نحن بالبلد اللي رايحين عليه ما نقدر نحصل على هالدواء الا بوصفة طبيب، وما يكون معنا الوصفة او بلد اللغة مختلفة ما نقدر نحصل على الدواء. قصدك ناخدها نحملها معنا مش ناخدها قبل ما نسافر؟ لا اكيد ناخد علبة زيادة معنا. ناخد كمية اكتر قبل ما نسافر. مزبوط. وثقة ودايما ما نخلي الادويه بذات الشنطه، يعني اذا عندنا شنطه ايد بنطلعها معنا على الطياره نخلي بعض الادويه فيها، والبعض الثاني اللي هو باك اب او هو زياده مخدينه نخليه بالشنطه اللي بتروح بالشحن. لسبب بلكي ضاعت الشنطه. صح. بالشحن انا الدواء بضل معي، هيدا اهم شيء لازم يبقى معي. مزبوط. لانه ما بقدر وقف الدواء. اذا في لقاحات معينه بدنا ناخذها قبل ما نسافر على بلدان فيها امراض مستوطنه مثل الملاريا، الحمى الصفراء، فيفر، مننجايتس، السحايا، كل هالامور، او فيها نسبه عاليه من الهيباتيتس اي، كمان لازم اخذ اللقاحات قبل ما اسافر. شفنا هيك بالصوره الاغراض اللي ناخذهم معنا، اكيد الموبايل، كتاب نقراه، عوينات الشمس لما بنروح على محل في شمس كثير، شغله كثير مهمه، السان سكرين، الكريم الواقي من الشمس، هدول الامور، البيلو اللي عم نشوفها على زاويه الصوره اللي هي بتدعم الرقبه لحتى ما يصير معنا الم بالرقبه لما بننام بالطياره او مش بالسياره، لا الا اذا عم نسوق اكيد ما فينا ننام، او بالترين أو اذا حبيتوا تناموا شوي انتم بالسياره في وخليها تروح لوحدها. اوكي. هلا بالنسبه للموشن سيكنس، مثل ما قلت عوارضها يعني بعتقد اللي بيعانوا منها بيعرفوا، انا من الاشخاص اللي بعاني من الموشن سيكنس، فصرت هلا اعرف شو لازم اعمل لحتى ما اتضايق. اللي هي اول شيء بنبلش الدوخه، ببلش تقلب النفس، وممكن نوصل لمرحله استفراغ، شخص بصير لونه شاحب اصفر، يمكن شوي بكده العرق، كثير مزعجه. اذا كنا مسافرين بالسياره، الشخص اللي عنده موشن سيكنس يا اما هو بده يكون عم بيسوق، يا اما يكون قاعد بالمقعد الامامي، او اذا قاعد بالمقعد الخلفي يكون بالنص قادر يشوف الافق، يعني قادر يطلع، ما في ظهر الكراسي مغطين عليه. ليه؟ لانه هي ليه بتصير الموشن سيكنس؟ بتصير لما ما بصير في تنسيق بين الجسم عم بيحس من جوا الأذن الوسطى والأذن الداخلية وكل الجسم والدماغ عم بيحس إنه في حركة عم بتصير، لكن العين ما عم تعمل تنسيق مع هالحركة. العين عم تشوف كل شيء ثابت قدامها، لأنه يمكن أنت قدامك ظهر الكرسي أو قاعدة ورا، فبصير هالعدم التنسيق هيدا بيعمل هالخضة هاي بالجسم وبيعمل الدوخة. فأنا بدي خلي هالتنسيق يكون موجود، بمعنى العين عم بتشوف الحركة مثل ما الجسم جوا والدماغ عم بيحس بالحركة. من هيك لازم اطلع على الطريق، كون شايفة الطريق قدامي، كون شايفة الموفمنت، حركة السيارة. نفس الشيء إذا كنت ببوت بقارب أو رايحة بسفينة كبيرة، كمان كتير مهم إذا بحس بالموشن سيكنس إنه كون قاعدة عم بتطلع مزبوط، او ممكن نرجع نستلقي شوي لنرتاح. وواحد ياخذ كمان اكيد الحبوب اللي بتريح طبعا قبل ما يطلع بنص ساعه مينيمم. مزبوط. في ادويه، وهيدي هون طبيبنا بيقلنا عنها هالادويه شو هي وكيف ناخذها، واذا كنا عم ناخذ ادويه تانية اذا في اي تضارب او تفاعل بصير بيناتهم، فالدواء بناخذه اكيد مع وصفه طبيه. اذا كنا مسافرين بسفينه كبيره فيها غرف، بناخذ الغرف اللي بالطوابق الاوطى السفلى وتكون بنص السفينة،
اوكي، هيدي فيها اقل خضه بتصير او اقل حركه من حسب الموشن او الحركه من الغرف اللي ممكن تكون على الاطراف او تكون بطوابق مرتفعه. فهيدي تب صغيره بتساعدنا انه نكون بغرفه ما بنحس بالحركه كثير تبع السفينه. اذا كنا بالطياره بختار المقاعد اللي هي بمنتصف الطائره واكثر شيء على جناح. اوكي، هيدي المنطقه هي اقل شيء بنحس بالارتجاجات او بالحركه اللي بتصير بالطياره. يعني بالنص، مش على الشباك حتى كمان، ممكن على الشباك لكن هي نص الطياره بالضبط، مطرح ما يعني مطرح على الجناح، مطرح الاجنحه. هيدي هي تقريبا اخف منطقه بنحس فيها بالارتجاجات. اوكي، شغله كمان الاكل، انه قبل ما بدي سافر سواء بالبر بالسياره او بالبحر او بالجو او بالترين كمان، هلا رح اقول شغله عن الترين، باكل وجبه خفيفه بس ما تكون دسمه، ما يكون فيها كثير بهارات وتوابل، ما يكون فيها فات دهون كتير، ما تكون كمية كتير كبيرة، كل ما كانت ناشفة كل ما أحسن. يعني ممكن كراكر أو ساندويتش صغيرة، جبنة، ما يكون في كتير صوص، هالقصص هيدي مش ناشفة، ايه شوي ناشفة بتخليني مرتاحة أكتر أنا ومسافرة وما ناكل وجبة كتير تقيل. بالترين بدي أقول إذا كنا بالترين أفضل أقعد على مقعد اللي هو مع اتجاه الترين، يعني أنا عم شوف المنظر ما عم بيجي عكسي، عم بمشي مع المنظر لحتى يصير فيها التنسيق بين النظر وبين الحركة اللي عم بحس فيها الجسم من جوا. إذا كانت بالعكس، إذا كان أنا ظهري لكيف عم باتجاه الترين، رح حس إنه المنظر عم بيكون شوي بالقلب ورح يصير في عدم هالتنسيق هيدا وممكن دوخ واتضايق. صح، اوكي، هيدولي امور للموشن سيكنس. كمان بدي اتفادى كل شيء ممكن يخليني ركز ما اتطلع شو عم بيصير قدامي بالطريق، خصوصا اذا كنا بسياره او بترين، يعني ايباد، الموبايل، عم نقرا، هيدول امور كثير بيضايقوا. من هيك افضل اذا كنت انا مسافره بالسياره ومش انا اللي عم سوق، انه ما يكون، ونخلي الاولاد، لانه موشن سيكنس بتصير عند الاولاد الصغار، فبنخليهم، مش انه بدنا نلهيهم يلا يلعبوا بالايباد او يقروا او شيء، لانه ممكن يصير معهم هيدي الدوخه. فالتريك او هي الحيله اللي بدنا نعملها هي التنسيق بين انه أنا دماغي شو عم بيوصل له إشارات إنه في حركة عم بتصير، وعيوني شو عم بيشوفوا هالحركة، يكونوا نفس الشيء، عم بيشوفوا مثل بعض، فبالتالي بتفادى الموشن سيكنس أو الدوخة بالسفر. كمان شغلة تانية اللي هي أكيد بدنا ننتبه لها، إنه قلنا الأدوية بدنا ناخدها وخصوصا ضمن وصفة طبية، ونجرب إنه ما نقعد وقت طويل. هيدي تب تاني للسفر اللي هي ما لها علاقة بالموشن سيكنس لكن لها علاقة بالتجلط الوريدي، أوكي، أو التخثر اللي بيصير بالأوردة الدموية نتيجة الجلوس لوقت طويل، ونتيجة أنه نحن خصوصا لما منسافر بالطيارة عم نكون بمكان البريشر فيه، الضغط فيه كتير عالي وناشف كتير، بصير في ديهايدريشن أو جفاف. من هيك بنقول بنشرب مي كتير وبنقول بنتحرك. ليه؟ لأنه الدم نوعا ما اذا فيه اولى بطريقه كثير مبسطه كانه بيسمك شوي، أيه، والحركه بتبطل الدوره الدمويه عم تمشي مثل ما لازم، فبالتالي بصير عندي هالتجلطات. في تمارين بدنا نعملها، مزبوط، التجفاف كثير كثير اساسي كتير. انا ما في مره بالطياره الا ما بيقشبوا شفافي لانه الكابن بيكون فيها كتير، الجو كثير ناشف. عندنا الحركه اللي هي بنبرم القدمين مرة باتجاه مع أقارب الساعة ومرة بعكس أقارب الساعة، من مثلا 10 مرات بهالاتجاه و10 مرات بهالاتجاه، منعلي كل إجر عن الأرض هون لخلي الدورة الدموية تمشي، ممكن أعمل مثل شوي ستريتشنج أنا وقاعدة بالمقعد. أوكي، هيدول كلهم بيساعدوا على تحريك الدورة الدموية، بعمل ستريتشنج للأرجل، اوكي، مثل هون بنرفعها وبنرجع بنمدها، هي بتحرك الدوره الدمويه احسن، وبالتالي بيوصل الاكسجين احسن والدم بيتحرك احسن وبنمنع التخثر. حركه الرقبه، الرقبه نصف دائره، ما برجع لورا، اوكي؟ نصف دائره من كتف اليمين لكتف الشمال، برجع نصف دائره ثانيه من الكتف الشمال للكتف اليمين. اوكي، هيدي كتير بتساعد على ورا، ابدا ما لازم ترجع لورا ابدا، حتى بالرياضه او لما بنعمل ستريتشنج تبين انه لما بنرجع الرقبه لورا هيدي بتاذي الرقبه مع الوقت، فصارت كل التوصيات انه نص دائره للامام. الكتاف بنحركهم كمان، فهون انا لينت كل الجسم، حركته وساعدت انه تتحرك الدوره الدمويه. امتى بنقول انا عندي سفره طويله؟
سفرة طويلة لما بتكون 4 ساعات وما فوق، يعني سفرة ساعة، ساعة ونص، ساعتين مقبولة. ما بيمنع انه حتى بهالسفرات القصيرة قوم شوي من المقعد، امشي لاخر الطيارة وارجع. فاذا مع هالتمارين ومع المشي بقلب الطيارة مع شرب المي، هيدول كلهم بيساعدوا على انه تفادى الديب فين ثرومبوسيس اللي هو التجلط اللي بيصير نتيجه وتصير بالطيارة، يعني اكثر شيء بتصير من صحيح بالطياره لانه اصغر مكان بنكون والبريشر كثير عالي. صح. اكيد بالطياره مرات بالسفرات الطويله او حتى مش اصغر مكان بس المكان ما فينا نوقف على جنب، ما فينا نوقف على جنب. هلا يمكن سياره، اكيد سياره اصغر، بس بالسياره واحد تعب كثير بينزل. وذكرتيني غيدة ثانك يو انه لما نكون مسافرين بالسياره نعمل بريك كل ساعه ونص، خصوصا الاشخاص اللي عم بيسوقوا واللي بالسياره، ننزل نتحرك شوي، ممكن يكون في استراحات على الطريق اذا نحن مسافرين بالبر، ننزل بدل ما نشرب قهوه نشرب مي. شغله كثير مهمه وهيدي اللي بدي اقولها، المي كثير مهمه لتخلي لتخفف كثافه الدم وتخلي الدم يمشي افضل بالجسم، وبالتالي يعني بتحمينا من الديهايدريشن من التجفاف وبتحمينا من التجلطات. واحد يخفف كافيين يعني كمان؟ طبعا، لانه بيخليكي تخسري مي عن طريق التبول فجسمك بيخسر مي. هلا ما بيمنع نشرب اذا حابين نشرب قهوه، بس مش كل السفره فنجان قهوه رايح فنجان قهوه جاي عم نتسلى، نجرب نعوض نشرب مي، يعني نشرب فنجان قهوه بس نجرب مقابيله نشرب كبايه مي. الكحول كمان وخصوصا بالطياره بيساعد على الديهايدريشن اكثر وعلى التجفاف، فنتجنب الكحول، نتجنب القهوه، ونجرب انه نشرب مي اكثر، يعني أكتر كل شيء. ما ركزنا على المي كل ما هي اهم وافضل لنا. هيدي بالنسبه للسفر. هلا كثير مهم كمان منطقه الرقبه مثل ما قلنا، هيدي المخده خليها تكون رفيقتنا بالسفر، وهيدي خصوصا لكل الاشخاص اللي عندهم سفرات على مدار السنه، يعني بيسافروا بشغل عندهم سفرات كثيره، هيدي لازم تكون بشنطه السفر لانه كثير مهمه. قنطريه ولا قاسيه؟ سؤال كتير حلو. منشوف في منهم بيكونوا فيهم مثل حبوب صغار 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 محشية هيك، حبوب صغار لما بتحطيها على الرقبة وبتلقي راسك تترك بيتوزعوا الحبوب عن بعض وبتصير فاضي هالمحل، هيدي ما بتعمل سبورت، ما بتعمل دعم. الافضل اللي هي مثل كيف مصنوعه من الماده اللي بينعمل منها الفرشات الطبيه اللي هي الميموري فوم اللي هي بتحفظ شكل الجسم وبتنخفض مطرح ما لازم وبترجع بتطلع، هيدي بتعمل سبورت اكثر للرقبه وللراس وبتخفف تقل عن الرقبه، يعني البريشر على الرقبه. هيدوليك صحيح وزنهم أخف وشكلهم أهضم لكن ما بيعملوا سبورت كتير منيح. في منهم كمان شفت بمطارات كتير البيلوز اللي بننفخهم مثل مثل البوبي جونفلابل، يعني مثل اللعبة اللي بننفخها بالهواء، هيدول كمان منهم كتير عمليات. ليه؟ لأنه ما بتنخفض مطرح ما لازم، ما بتاخد شكل الرقبة وشكل الراس، بتضل خلص منفوخة، فبيضل الرقبة والراس منهم مرتاحين. ومثل ما قلنا اللي فيها حبوب كتير صغار بتنخفض ما بتعمل سبورت، فهي المادة اللي بتوطى مطرح ما لازم ترجع بتعلى الميموري فوم هي أفضل، هي أهم واحدة لتكون رفيقتكم مزبوط بدها تدعمكم. صح. ما تختاروا بس الشكل وتتاخدوا فيه مزبوط. إنما اختاروا الأمر اللي فعلا بيساعدكم، لأنه مثل ما قلت الرقبة أكتر شيء بده، إنه ممكن هالوجع اللي هون يسحب على كل الجسم ويزعجنا كمان ويطلع الراس كمان. صح. ويصير وجع الراس. صح. عملوا هيدي بلايحة ومثل ما عملت روا اكتبوها بإيدكم اليمين أو الشمال، لأنه روا كمان مثلي أنا والشفاريت تكتب كمان بإيدها الشمال. صرنا ثلاثة. بتعرفي إنه في يوم عالمي للأشخاص مزبوط بيكتبوا إيده شمال 13 أغسطس 13 آب. وبس بدي أقول للمشاهدة اللي قالت لك عم جرب تخلي ابنها يكتب باليمين، عن جد علميا أفضل ما تعملي هالشي لأنه الدماغ بهالطريقة مركب إنه يكتب بإيده شمال، فأنت بتعملي له نوع من الاضطراب لما بتجربي إنه هو بالشمال تخليه باليمين، خليه بالشمال بالعكس بيعقد ومتميز بكون. أكيد أكيد. شكرا. بكل تواضع بكل تواضع، هيدا قال عم نمدح بحالنا. نحن بنشوفك بنرجع الأسبوع الجاي إن شاء الله روا بعالم الصباح. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات شيف فريد ومحطة مع ورشة ملح ومن بعدها لما وشوفي، خليكن معنا.